العراقي أكد قائد الفرقة السابعة في الأنبار غربي العراق قتل 43 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي استهدف مقرين لإسطنبول غربي المحافظة. وقال المصدر إن القصف جاء بعد ورود معلومات استخباراتية، وتكبد تنظيم داعش خسائر مادية وبشرية كثيرة بالأرواح والمعدات. يشار إلى أن القوات العراقية تعمل على فرض حصار على محيط الفلوجة تمهيدا لمعركة تحريرها حسب المقادير العسكرية. إلى ذلك دعت المرجعية الدينية العليا في العراق السلطات الثلاث إلى المضي في طريق الإصلاح ومحاسبة الفاسدين. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير مراسلنا من بغداد الزميل علي عيسى. دعت المرجعية الدينية العليا الرئاسات الثلاث إلى المضي بإجراء الإصلاحات ومحاسبة كبار الفاسدين ودعم المكلفين وحمايتهم، مؤكدة أن معركة الإصلاحات التي تخوضها في هذه الأيام هي معركة مصيرية تحدد مستقبلنا ومستقبل بلدنا، ولا خيار لنا ولشعبنا وحكومتنا إلا الانتصار فيها، ولكنها تحتاج إلى صبر وتظافر جهود كل المخلصين من أبناء هذا الشعب. الأمني أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل 160 عنصرا من داعش الإرهابي بينهم انتحاريون وتسليط 37 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى تدمير 10 عجلات بعضها مفخخة و48 موقعا ومخبأ ومخوضعا خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الأمنية والحشد الشعبي وقصف لطيران الجيش والقوة الجوية في قواطع عمليات الأنبار وصلاح الدين. فيما صدت القوات الأمنية والحشد الشعبي هجوما لعصابات داعش الإرهابية ما أسفر عن تدمير خريج الملغوم وقتل من فيه اثنين محاولتهم التقرب من القطاعات العسكرية.